أعزائنا المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلوميير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتقدم مكتب نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين فيه بأسمى التهاني وأجمل التبريكات، ضارعين أن يعاد على العالم أجمع بالسلام ودوام الخير والمحبة. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ينظم احتفالاً بعيد الميلاد المجيد. اتحاد الرهبانيات يعقد لقاءاً تحت شعار الراهبة نجمة الميلاد. مجموعة العائلة المقدسة تنظم اليوم الروحي السنوي الثامن. وفيها أيضاً أمسيات ميلادية لزمن المجيء لعدة جوقات كنسية. أهلاً بكم. بدعوة من غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، نظم مجلس رؤساء الكنائس في المملكة احتفالاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وأكد المجلس خلال الاحتفال الذي أقيم في مركز الحسين الثقافي بعمان أن عيد الميلاد المجيد يجسد السلام والمحبة وترسيخ العيش المشترك بين عموم البشر. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبدعوة من غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، أقيم حفل مهيب جمع خلاله رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في الأردن وفلسطين على مسرح مركز الحسين الثقافي في منطقة رأس العين قلب العاصمة عمان. تضمن الاحتفال فقرات فنية وثقافية من أداء جوقة ينبوع المحبة وأوركسترا المعهد الوطني للموسيقى وبمشاركة عدد من الفنانين، حيث علت أصواتهم منشدة ومرتلة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وفي كلمة لغبطة البطريرك في ختام الحفل ألقاها بالنيابة عنه قدس الأب عيسى مصلح، قال فيها إنه مع حلول المواسم الميلادية المجيدة نتوجه معا تمجيدا لله ونسبحه تعالى ونشكره جلت قدرته على محبته لنا نحن البشر وعلى ما رآه الرعاة وسمعوه من بشرى بميلاد المخلص الفادي، داعين من أجل السلام في النفوس والقلوب وعلى الأرض ومن أجل أن تسود الإرادة الصالحة بين جميع البشر. وفي الختام سوف نصلي بعد أيام قليلة في مغارة بيت لحم من أجل الأردن ملكا وحكومة وشعبا، لكي يبقى منارة وشمعة مضيئة في سماء منطقة الشرق الأوسط، وأن يحفظ جلالة ملكنا المعظم والأسرة الهاشمية، وأن يبقى الأردن بلد الإيمان والأمن والاستقرار والحرية والمحبة. متمنين له ولكم موفور الصحة والعافية وطول العمر، وندعو الله أن تكون سنة 2019 مليئة بالبهجة والسرور، ونشكر كل من عمل من أجل إنجاح هذا الحفل، وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير. كما رفع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث باسم رؤساء الكنائس الأدعية من أجل الأردن العزيز، مشدداً على أنهم عاملون جميعاً من أجل خيره وخير الكنيسة والمنطقة، سائلين جلت قدرته أن يوفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب مبادرات الخير والعدل والوئام، وأن يحفظ الأسرة الهاشمية الكريمة
والشعب الأردني العزيز، وأن يعيد هذه المواسم المجيدة على بلادنا المقدسة وعلى شعوبنا وقد ساد فيها السلام والعدل. سيادس المطران كير جوزيف جبارة مطران الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن اللقاء الذي عقده اتحاد الرهبانيات في المركز اليسوعي في جبل الحسين بعمان، وذلك للتأمل والصلاة والاستعداد لاستقبال طفل المغارة، حيث حمل هذا اللقاء شعار الراهبة نجمة الميلاد. إلى التفاصيل. ضم المركز اليسوعي لقاء اتحاد الرهبانيات من مختلف مراكز المملكة للتأمل والصلاة والاستعداد لاستقبال طفل المغارة، طفل الرحمة والسلام بروح المحبة المتلألئة، حيث حمل اللقاء شعار الراهبة نجمة الميلاد. ترأس اللقاء سيادة المطران كير جوزيف جبارة مطران الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، ورفع الذبيحة الإلهية قدس الأب رشيد مستريح المرشد العام لاتحاد الرهبانيات على نية الراهبات وخدمتهن الرعوية في الأردن. تضمن اللقاء صلاة الفرض الصباحي بالطقس الكاثوليكي، ثم تلاها كلمة للرئيسة العامة للاتحاد في الأردن الأخت سيسيل حجازين التي رحبت بالجميع وشكرت فيها سيادة المطران جبارة على حضوره وتلبية الدعوة لتقديم المحاضرة العميقة والتي حملت بين طياتها معان كثيرة حول شعار اللقاء الراهبة نجمة الميلاد، حيث تضمنت المحاضرة مفاهيم وأبعادا روحية لأهمية ومعنى أن تكون مسيرة الراهبة متجلية بالمحبة ومشعة للسلام والخير في رسالتها من خلال خدمتها للآخرين في حياتها اليومية. كان هذا اللقاء اليوم جميل مع الأخوات الراهبات، تجمع الراهبات في الأردن كان حول موضوع الراهبة نجمة، نجمة يسوع، كيف تكون بحياتها نجمة ليسوع من خلال نصين تأملنا فيهم صباحا. نص أول نص التجلي عندما اصطحب السيد تلاميذه على جبل عال وتجلى أمامهم، وتسألنا أنه هل التجلي هو تجلي للسيد المسيح أم تجلي لأعين الرسل، وقديش بالحياة الرابي أيضا هي لازم تتجلى وتكون بالفعل نور للسيد المسيح في وسط هذا العالم. والنص الثاني كان نص الغسل الإلهي عندما غسل السيد المسيح أقدام تلاميذه وأظهر من خلال ذلك الكثير من التواضع، حتى من خلاله نتعلم وهو يكون قدوتنا في العمل والخدمة للآخرين. أمين. وفي نهاية اليوم الروحي التقى الحضور بلقاء أخوي ترفيهي تم إعداده من قبل الأخت حجازين، تضمن تقرير فيديو عما تم إنجازه خلال العام الماضي وفيديو قصير بعنوان أين يولد المسيح، وبعد ذلك تم تبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد، وتمنى الجميع أمنيات الخير والبركة بقدوم العام الجديد 2019 مرددين معا ولد المسيح هللويا. بخير. اليوم كان لقاءنا عن الرهبة هي نجمة الميلاد، كيف إنها الرهبة بتكون في رسالتها في محلها، محل ما بتكون في ديرها، كيف لازم تشع نور المسيح برسالتها مع خياتها اللي عايشة معهم مع الطائفة مع الرعية. وإحنا كمان حبينا ندعو سيدنا المطران جوزيف جبارة حتى هو يعمل لنا اللقاء، وكان كلماته كتير حلوة واستفدنا منها كلياتنا، وإن شاء الله يا رب
بنكون إحنا فعلا متواضعين بالخدمة مثل ما المسيح غسل أرجل تلاميذه، وإحنا كمان نكون متواضعين بالخدمة ونساعد الناس، وإن شاء الله نكون يا رب نور مشع على كل إنسان بتعامل معه في حياتنا. بحب من خلال نورسات، من خلالكم أنتوا، أشكر الدكتورة باسم السمعان اللي هي دائما ما بتنسانا، ما بتنسى اتحاد الرهبانات في الأردن، هي دائما تدعمنا روحيا وماديا، هي تنقلنا رسالتنا لكل العالم. بشكرها من خلالكم، بشكر الموظفين اللي دائما إيدها اليمين، بشكر كل إنسان ساعدنا بإنجاح هذا اليوم الرائع، بشكر المركز اليسوعي، بشكر الأشخاص اللي تبرعوا لنا بالهدايا، الدكتورة باسمة والكاريتاس الأردن ممثل بالسيد وائل سليمان، بشكره من خلالكم، وبتمنى لكم سنة خير وبركة وسلام يا رب عليكم وللعالم كله. شكرا كثير والله يعطيكم ألف عافية. وفي الختام تم توزيع هدية الميلاد لكل راهبة والمقدمة من حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس الدكتورة باسمة السمعان وجمعية الكاريتاس الأردنية. أحيت الكنائس في المملكة العديد من الأمسيات الروحية المصحوبة بالتأملات الميلادية في عدة رعايا في الأردن وفلسطين. المزيد في هذا التقرير. عيد الميلاد المجيد هو عيد الفرحة والبهجة الذي يحيي قلوبنا في كل عام ويجعلنا نستذكر ميلاد الطفل المخلص يسوع الذي تنازل من عرشه ووطئ أرضنا المقدسة ليرفع عنا خطايانا. فبتلك الأجواء المفعمة بالمحبة والخير تهلل وتصدح جوقات الكنائس في الأردن بالتراتيل والألحان مرنمة لملك السلام الطفل يسوع. ففي كاتدرائية القديس جورجيوس وسط العاصمة أحيت جوقة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق أمسيتهم الميلادية لهذا العام ببركة ورعاية رئيس أساقفة فيلادلفيا المطران كير جوزيف جبارة وبحضور المونسنيور غازي الخوري والقس سامر عازر وعدد من الآباء الكهنة الأجلاء والراهبات وجموع من أبناء الرعية، حيث قدم أطفال مجموعة كشافة ومرشدات المجموعة الكشفية التابعة للمطرانية باقات من الترانيم الميلادية المميزة التي أضفت جمالاً لأمسية هذا العام. وبعدها قدمت الجوقة ألحاناً ميلادية بيزنطية بقيادة الأب عماد بواب نالت إعجاب الحضور. وفي ختام الأمسية قدم سيادة المطران جبارة كلمة أعرب فيها عن فخره واعتزازه بهذه الألحان البيزنطية التي تنقلنا لمدينة بيت لحم في أجواء من التأمل، وعن أداء الجوقة المميز لهذا العام بقيادة الأب بواب متمنيا له دوام الصحة والعافية والخدمة الصالحة في خدمة الجوقة والكنيسة. اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة كلها بقبضتي، ومن وانتقالاً لكنيسة سيدة الوردية في منطقة شميساني أحيت جوقة راهبات الوردية أمسيتهم الميلادية لهذا العام بقيادة الأخت لوريت زوايدة والمعلمة تمارا سماوي برعاية من سيادة المطران ويليام الشومالي مطران اللاتين في الأردن وبحضور الرئيسة المنتدبة في الأردن الأخت مشلين معلوف وعددا من الراهبات وأهالي الطلبة، حيث قدم الطلبة باقات منوعة من الترانيم الميلادية بأداء مميز بمشاركة العازفين رياض زيادة وديفيد زوايدة. وفي ختام الأمسية
قدم المطران الشوملي كلمة شكر لكل من بذل مجهودا لإحياء هذه الأمسية الروحية التي رنمت بها ملائكة الكلية. أشرق النجم والليل ضاء دعني أبشر في ميلادك كملائكة السماء، ودعني أفهم تجسدك كمريم البتول ويوسف القديس. وفي كنيسة القديس بولس الرسول الجبيهة أحيت جوقة الكنيسة أمسيتهم الميلادية الرابعة بقيادة المرنمة حنين جدعون وبمشاركة العازف عمر سليمان، حيث أتت هذا العام برعاية المطران الشوملي. شملت على مجموعة من التأملات والترانيم الميلادية بحضور كاهن الرعية الأب بطرس حجازين والراهبات وأهالي المنطقة، سادت بها أجواء الميلاد المفعمة بالمحبة. وفي كلمة للمطران الشوملي أعرب عن تمنياته للعام القادم بأن تنهي الكنيسة أعمال المبنى الجديد لكي يتسنى للجماعة المؤمنة الصلاة والاحتفال به. وكما شكر جوقة الكنيسة على هذا الأداء المميز قائلاً للمؤمنين إن من أهم فعاليات الرعية هي الجوقة، فهي التي تنقلنا للسماء، فلنحافظ عليها وندعم أعضائها. قديش أنا مبسوط شخصياً لأنه في جوقة جديدة برزت في رعايانا. إحنا عندنا جوقات بس بهالمستوى الصحيح عندنا تنتين ثلاث في الأردن كله، يعني إذا منا نقول مستواها فعلا إذا بيكملوا هيك في مستقبل كبير لهذه الجوقة، إنه إشعاعها يكون أيضا خارج هذه الرعية، لأنه بحاجة دائما بمناسبة الرسامات والاحتفالات الكبرى لجوقات تأدي. الجوقة اليوم برزت. ومن ثم ألقى قائد الجوقة طارق طايع كلمة شكر بها سيادة المطران الشوملي على حضوره ورعايته للأمسية، حيث سلم طايع مهام الجوقة للمرنمة حنين جدعون مقدما سيادته درعا تكريميا لها. وفي محافظة الزرقاء في رعية سلطانة السلام أحيت جوقة دون أوريوني أمسيتهم الميلادية بحضور كاهن الرعية الأب هاني جميل وعدد من الراهبات وأبناء الكنيسة، حيث قدمت الجوقة باقات من الترانيم الميلادية تفاعل وشارك بها الحضور. وفي كلمة للأب هاني جميل رحب فيها بالحضور شاكرا لهم على مشاركتهم الصلاة مع أعضاء الجوقة الذين يتزينون في هذا المساء بمشاركة الأطفال. شاركونا اليوم جوقة دون أوريوني بكنيسة سلطانة السلام الزرقاء الجديدة مار يوسف بأمسية ميلادية بعنوان الكلمة صار جسدا، وشاركونا معهم كمان أطفال جوقة ملائكة دون أوريوني اللي كمان رتلوا معنا. كل عام وأنتم بألف خير جميعا، وشكرا لقناة النورسات. وختاما في مدينة بيت السحور في فلسطين أحيت جوقة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك الرسيتال الميلادي التاسع بحضور سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم في القدس، والأب سهيل فخوري كاهن الرعية، والأب عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم البطريركية الأرثوذكسية، وعدد من الآباء الكهنة، حيث قدمت الجوقة منوعات من الألحان البيزنطية والغربية نالت إعجاب الحاضرين.
وفي الختام قدم الأب فاخوري كلمة قال فيها إن الولادة هي رسالة محبة وسلام للعالم أجمع من الأرض المقدسة. زي ما نعرف إحنا الكرة الأرضية موجود فيها ورود متنوعة، وكل وردة في إلها نكهة وفي إلها ريحة خاصة فيها. واليوم نحن بهالرسالة هذا اشتركت 5 جوقات، كل جوقة بدل ما تشممنا ريحة عطرها سمعتنا إياه بأداننا، فكان بالفعل رسال مميز جدا. إذا ندل على شيء بدل إنه مسيحنا واحد، إلهنا واحد. اليوم بالذات يمكن الأمنية كانت هي أن يحل السلام في بلادنا، في قلوب كل عائلاتنا، في هالنفوس اللي محتاجة للسلام الداخلي، في هالناس اللي حرموا بهالأيام بالذات من أن يحتفلوا بعيد الميلاد، من فرحة عيد الميلاد. منفكر فيهم بهالأيام بالذات ومنصلي مشانهم، نطلب السلام لهالبلاد، لمنطقة الشرق الأوسط بالذات، للعالم كله. منضم صوتنا إلى صوت كل الأباء، كل رؤساء الكنائس في العالم كله، وخاصة في الأراضي المقدسة، حتى ننقل رسالة المحبة والسلام اللي جاء فيها يسوع المسيح. المسيح هو هدف التاريخ وسيبقى دائما هدفنا دائما، وهو الذي يجمعنا دائما، وهو الخلاص الوحيد لكل البشرية. أتمنى أعيادا مجيدة لجميع المؤمنين في كل مكان، وخاصة في الأراضي المقدسة، وأتمنى لهم الفرح والسلام والسعادة. وأشكر نور سات اللي بترافقنا دائما، واللي بتنقل بالذات رسالة المحبة، رسالة السلام، رسالة الخلاص إلى قلب كل إنسان. ولنعرف دائما أن هناك كثيرون دائما في شوق وفي اتصال وارتباط مستمر مع نور سات، فلا تحرم الناس يا نور سات من رسالة يسوع، لأنه تنقل رسالة المحبة، يسوع محبة، وهم بحاجة إلى هذه المحبة. كل عام وانتم بألف خير. طبعاً أنا كمرنمة دوري أنه أقدم رسالة من قلب كنيسة المهاد، ومن قلب بيت سحور حقل الرعاة، ومن قلب الأرض المقدسة والديار المقدسة. أكيد بيكون عنا رسالة من وجهها من خلال صوتنا، وأنا هاي الرسالة هي رسالتي للسلام ورسالة محبة لكل العالم في من قلب كنيسة المهاد ومن قلب الديار المقدسة. وبعدها تقبل سيادته التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبهذه الأجواء التي عاشتها الأرض المقدسة واحتفلت بالمولود في مغارة بيت لحم، رتلوا وأنشدوا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. في مركز سيدة السلام بعمان نظمت مجموعة عائلة القديسة ماري ألفونسين القادمة من رعية السلط اليوم الروحي السنوي 8 لمجموعة العائلة المقدسة في الأردن بمشاركة مختلف رعايا المملكة. وقد استهل هذا اللقاء الذي حضره سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بصلاة مزامير الصباح، ثم بكلمة ترحيبية من السيد فارس حجازين المنسق العام لمجموعة العائلة المقدسة في الأردن، ومحاضرة للمطران الشوملي بعنوان العناية الإلهية في حياتنا اليومية. وتوج اللقاء بالذبيحة الإلهية التي ترأسها سيادته مانحا البركة بذخيرة القديسة ماري ألفونسين التي حملتها معها رعية السلط. وفي النهاية وعلى مائدة المحبة اختتم اللقاء بالترانيم الميلادية. اجتمعت اليوم مجموعات العائلة المقدسة من مختلف المناطق للاحتفال باليوم الروحي السنوي لهذه المجموعات، وهو اليوم 8 تحت رعاية صاحب السيادة المطران ويليام شوملي. الحضور رغم المشقات اللي هي تكبدوها لرداءة الطقس، لأنه الغالبية حضرت هذا اليوم للاستماع لسيدنا ويليام بعنوان للمحاضرة التي هي بعنوان العناية الإلهية، العناية الإلهية في حياتنا وفي مسيرة حياتنا كعائلات وكأشخاص وكمجموعات تابعة للعائلة المقدسة. نشكر نورسات على هذه اللفتة الكريمة على مرافقتنا دائما في نشاطاتنا، ونشكر سيادة المطران، ونشكر كل فرد حضر معنا هاي الرياضة. أحيت
تقيت عائلات مريم في الأردن ولبنان ودول الخليج العربي وعلى مدى يومين لقاءها السنوي في كنيسة سيدة السلام بعمان بمشاركة نحو 80 شخصاً، حيث اشتمل اللقاء الذي حضره الأب خليل جعار المرشد الروحي لعائلات مريم في الأردن على إقامة دورة تربوية للعائلات وبالأخص الأزواج في مجال التنشئة الروحية إلى جانب صلوات وتأملات وترانيم دينية، إضافة إلى فقرات متنوعة قدمها كهنة وأفراد من المجموعة. ويشار أن عائلات مريم في الأردن تضم 11 فرقة منوعة من مختلف رعايا المملكة، وكل فرقة تضم بين 5 إلى 7 أزواج، وتهدف إلى تمتين أواصر الزواج وإرساء أسس العائلة المسيحية المتكاملة، وذلك من خلال التعايش التطبيقي الشهري لتلك المجموعات والتي يكتشف فيها الأزواج قدرة ونعمة الله في عائلاتهم. روحانية هالحركة بتركز على الروحانية الزوجية بين الزوجين اللي بتتغذى من خلال نقاط الجهد الستي، وخاصة الصلاة القلبية والصلاة الزوجية وقراءة الكتاب المقدس كلمة الرب. فهالصلوات دايما بتغذي فعلا هالروحانية اللي بتشكل هي المناعة الأقوى بين الزوجين، تتبقى العيلة ويبقى زواجهم منيع وقوي مثل الصخرة اللي عليها بتتحطم أمواج الصعوبات وأمواج العالم والتحديات. أنتم بتعرفوا أن حركة مريم هي تتعلق ومهمتها هي المحور تبعها هو الزوج والزوجة، فلذلك لقاءنا بكرة راح يكون مركز عن روحانيات وعيش الصلاة في حياة الأزواج. فمن هون حتى ننطلق لنبلش بمهمة جديدة في الأردن، مهمتنا اللي بلشت قبل شهرين نتواصل فيها مع الكل. ومعنا في هذا اللقاء عائلة من لبنان، هم المسؤولين المنطقة في لبنان والأردن والخليج العربي، بالإضافة إلى المستشار الروحي لعائلات المريم في المنطقة اللي هن اللي هو الأب مارون مبارك. عائلة مريم للي ما بيعرف شنية مرتكزة على نقاط جهد. الكابل هو بيشتغل على حاله طوال الشهر، وبنخلص باجتماع شهري هيك بسندوا بعضهم العائلات كلهم مع بعضهم. في زمن المواسم الميلادية المقدسة التي نحياها هذه الأيام، التقت مجموعة من أبناء الوطني في حفل حاشد أقامته جمعية الروم الكاثوليك الأردنية الخيرية بعمان. وقبل بدء الاحتفال الذي حضره الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني في الأردن، وقف الحضور دقيقة حداد عن روح المربية الفاضلة سهير شوات عضو الهيئة الإدارية في الجمعية التي انتقلت مؤخراً إلى الأمجاد السماوية. بعدها واصل الحضور احتفالهم الذي جاء هذا العام بعنوان الحدث والرسالة والروحانية، حيث شاهد الجميع مسرحية فكاهية ساخرة قدمها الفنان الأردني حسين طبيشات حول الأوضاع الاقتصادية السائدة، وتفاعل معها المحتفلون بفرح وسرور. الاقتراب من المغارة في عيد الميلاد المجيد، في عيد المخلص، يفترض فينا ويتطلب منا، يدعونا إلى أن نقول أن هذه المغارة هي كل بيت محتاج، كل أسرة تعاني، كل طفل يتألم، كل مجتمع يقهر. نقف ضد كل ظلم، ضد كل عجرفة، نقف مع الحب، مع الحياة. الميلاد هو الحياة. بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، تنظم مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق في مختلف مدن ومناطق المملكة مجموعة من الحفلات وعلى مدى شهر كامل، والتي تشتمل على عروض ترفيهية يقدمها الساحر ميشو. ويعود ريع هذه الحفلات لتغطية نشاطات المجموعة ودعم الأسر المحتاجة والأيتام. هاي الحفلة احنا بنعملها مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماء. كل سنة بيكون في عنا بحدود 150 ل200 شخص. ريع هاي الحفلة بيروح لدعم نشاطات المجموعة وللأسر المحتاجة والأيتام. اليوم كان في عنا ميشو شو، كان عرض سحر وألعاب خفة مع عرض سانتا شو. نهاية بحب أشكر قناة نورسات على دعمها المتواصل لإلنا وتغطيتها الإعلامية لإلنا. كل عام وانتم بخير.
وبمناسبة عيد الميلاد المجيد وبرعاية الأب زيد حبابة كاهن الرعية، نظم كادر التعليم المسيحي لرعية الكلدان في الأردن احتفالية لأكثر من 400 طفل من أطفال التعليم المسيحي في كنيسة الفرير، تضمنت صلوات وتراتيلة أعقبها إرشاد عن الميلاد ومشاهد أخرى قدمها الأطفال تتكلم عن شخصيات الميلاد ورموزه. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ينظم احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، أمسيات ميلادية لزمن المجيء لعدة جوقات كنسية، مجموعة العائلة المقدسة تنظم اليوم الروحي السنوي الثامن. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. ولد المسيح، هللويا. كل عام وأنتم بخير.